هناك قول سابع أخير، وأنا ذكرت ثلاثة فقط كما قلت، لا أريد أن أضيع الوقت في تقصي هذه الأقوال. قول السابع أن نار جهنم لا تفنى بذاتها، وإنما يفنيها الذي خلقها سبحانه وتعالى، فيأتي عليها يوم تنتهي، تطفأ وتخمد نيرانها وتنتهي، ولا يعود ثمة نار، تبقى الجنة مؤبدة أيها الإخوة على من فيها من المؤمنين المسعودين، جعلني الله وإياكم والمسلمين والمسلمات أجمعين منهم بفضله ومنه وكرمه، اللهم آمين. أما النار فيفنيها الله تبارك وتعالى بقدرته وبحكمته، وسوف نرى وجه هذه الحكمة كما قررها العلماء. هذا القول السابع إخواني وأخواتي نصره شيخ الإسلام تقي الدين أحمد ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. ابن تيمية نصر هذا القول، وبحسب كلام شيخ الإسلام ابن قيم أيضا، فابن تيمية له مصنف في هذه المسألة لم يصلنا، صرح ابن قيم أن له مصنفا. الشيخ الألباني رحمة الله عليه صرح بأنه وقع على ثلاث صحائف، ثلاث صفحات كما نقول، ثلاث صحائف منسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية فيها تشييد أركان وأسس هذا القول، انتصر فيها لهذا القول أن جهنم يأتي عليها يوم تصفق أبوابها ثم تفنى وتنعدم بالكلية، تنتهي أيها الإخوة، وهكذا ينتهي عذاب من فيها، ينتهي عذاب من فيها، وأن هذا هو موجب ومقتضى ولازم الحكمة، موجب ومقتضى ولازم الحكمة، واحتج بوجوه. أما من طول النفس جدا وأجلب بخيل الأدلة ورجلها لتأييد وتعزيز هذه المسألة فهو تلميذه شمس الدين ابن قيم الجوزية رحمة الله تعالى عليه، فعل هذا في كتابه شفاء العليل في مسائل القدر والحكمة والتعليل في آخره، وفعل هذا في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، أو الجهمية المعطلة والجهمية، وفي مختصره للموصلي، وفعل هذا بنحو أطول وأشد إسهاباً وتفصيلاً في كتابه الجامع حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح في زهاء 30 صحيفة. ابن قيم دبج أكثر من 30 صحيفة في هذه المسألة، وأتى بأدلة كثيرة، وأجاب أجاب عن أدلة الآخرين المانعين من فناء النار والقاضين بتأبيدها وأنها لا تنتهي وبدوامها، رد عليهم. لا أخفيكم أن المسألة على ما وصفتها معترك أنظار ومزلة، وهي فعلا كما قال العلامة الإمام ابن الوزير اليماني من أشبه المتشابه، انتبهوا، متشابهة المسألة ليست محكمة واضحة، من أشبه المتشابه، وقد فتح الله على العبد الفقير فيها بوجوه، إذا ذكرتها نسبتها، فإن كانت حقا وصوابا فهي من الله تفضلا، وإن كان غير ذلك فمن نفسي ومن الشيطان، وفيما عدا ذلك أنا أسوق أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وآخرين ربما. على أن هذا القول لابن القيم وشيخه رحمة الله على مشايخ الإسلام والمسلمين أجمعين لم يحظ من أكثر العلماء بالقبول، أكثرهم لم يصيغوه ولم يتقبلوه لأنه مخالف أيها الإخوة للمقرر عند الجماهير، المقرر عند الجماهير في مختلف الأعصار والأمصار، فتصدوا للرد عليه. منهم شيخ الإسلام تقي الدين علي بن عبد الكافي وهو أبو الحسن السبكي رحمة الله تعالى عليه في كتابه الاعتبار ببقاء الجنة والنار، وكم للشيخ الإمام تقي الدين السبكي من مصنف ومن رسالة يرد بها على ابن تيمية وتلميذه رضي الله عن الجميع، هذه ليست الأولى، رد عليهم في أكثر من مسألة ردودا قوية ورددا متراوحة. هذا الكتاب يبدو أنه رد على الشيخين.